الجالية الجزائرية هما خيروا عايشين في بلاد، وعندهم بلاد اللي هي الجزائر، وما عندهم تاني، عندهم دوب ناسيوناليتي مبروك عليهم. كان اللي متشبت بناسيوناليتي وحده فريده نورمال هو كيعود عايش في فرنسا وقاوري وعنده حقوقه، كيجي الجزائر والجزائري عنده حقوقه في الجزائر. كيفاش هو عايش في فرنسا وحنا نخموا عليه هنا؟ ايه سبحان الله، كي جينا ندافعوا عليه ديروا له تاي نعطيوه الشوا ندافعوا له حروب. استاذ بشريف راهم يغضبوا عليك لي زيميغري. يا بالله يغضب عليا لي ميغري، كيف هو عايش في دوله ويسلك لي زامبو تاعو في دوله ويتمتع مع دوله وعنده ناسيوناليتي، وانا في الجزائر نخم عليه هو في باريس، وحنا عايرين في الاولاد هذو اللي لهنا.